ولذلك مع يسره سبحان الله إلا أنك تجد المحرومين منه نعوذ بالله من ذلك كثر. لو أن هذا الإنسان في فترة انتظاره قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كم يحصل؟ 5 غنائم، الواحدة منها تساوي الدنيا وما عليها، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل ولم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذا مثال. سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت من زبد البحر. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هي الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان الحبيبتان إلى الرحمن. لكن هذا يبين لك عظيم توفيق الله لبعض خلقه والحرمان العظيم الذي يصاب به هؤلاء.